الحمد لله غدا المسائل على احسن ما يرام، وغناخذ حق ولدي باذن الله. غناخذ حق ولدي الحمد لله. داك السيد اللي جابو دابا داك زويته اعترف بكل شيء، قال لهم النازله كما هي. ما قال لي مودي كنا خارجين، داك الشيء كله داك التفاصيل ديال الجريمه كلها عوده. صعيب عليا الحال، صعيب عليا، وكنطلب الله يصبرني ونعطيه الدعاء والصلاه. هذا الشيء اللي غنقول، هادشي اللي غنقول. ما ولدي راه معايا ملي مات، عمري غنسى ولدي، ما غنسى تهنيكته، ما غنسى هضرته، ما غنسى خوفه عليا، ما غنسى بزاف ديال الحوايج. الحمد لله والشكر لله، لله ما أعطى لله ما أخذ. أنا ما اعترضتش على حكمه، أنا بغيت حقي ناخذه، هادشي اللي بغيت. اليوم الحمد لله كان واحد من المتهمين اللي سولوه، ولكن حتى هو عطى نفس الإفادة اللي عطاها المتهم الأول، أنه توا أن المتهم اللي بغى ياخذ يلقف ليه الجريمة توا تعرضت عليه أموال وكذب وقت، لأنه هو اللي كان سايق، بالعلم أن الناس راه كانوا كلشي عارفين أن شكون اللي كان سايق وشكون اللي والأغلبية اللي ما عارفينش أن راه الناس الدراري وراه الاصدقاء ديال المرحوم راه كانوا حاضرون شافوه. صحيح حنا ما غاديش نجيو غادي نتبعوا على هذاك، انه ما كان الاخر تاك غادي نتبعوا الاخر تا هو. وحنا الحمد لله اليوم عرفنا بان كاين الناس، واخا ربما مجرمين، ما نقولوش مجرمين ممكن هذا، ولكن كاين الناس اللي عندهم ضمائر ديالهم، عندهم ضمير ديالهم، عندهم عارفين بينهم بين الله سبحانه وتعالى، ما بغاش يكذبوا. والحمد لله على كل حال، هادشي بعدا تيبصر بالخير، ان الفلوس ان راه ماشي هي كلشي. هو تي بغينا نوصلوا حنا الميساج لصحاب الناس، لواحد الفئه من الناس، ان راه الفلوس راه ما راه هذاك غلط، راه اكبر غلط. كانت تقول لنا البحر الفلوس دير البحر في البحر، دير الطريق في البحر، راه اكبر غلط هذا. المهم اللي عندنا حنا راه هو انه اعترف بان الاخر اللي كان سايق وكان في حاله اللي قال لك هو ما كانش عاقل، علاش كان تاثير المخدر. المخدر هو عنده في الدم حاله عاديه، قال لي قال لك هو حالته هكا، راه حاله عاديه وعارف اش يدير، عارف اش يدير، وعارف مني مشى لمراكش، راه مشى لمراكش من عيط على نسيبو، راه خصني نسيبو من عيط عليه، كيفاش عيط عليه، كيفاش تدخل الدار، كيفاش تتصل مع هذاك باش يهربوا، كيفاش لي كونسين كانت يجيو من عند الام المتهم. الو راه السيد راه واعي بكل قوى العقليه، لا كانت يستعمل المخدرات، راه ما كاينش تاثير ديال المخدرات. حنا ماشي اعترضنا القضاء، لا عرفنا ان الاجل ديالو هذا، ولا اعتراض لقضاء الله. Thank you.